الجسمي مع نادي عجمان بعد إصابته. هذه كرة عالية، الله، الوصل يسجل، الإمبراطور يتقدم، الذهب يفرح جمهوره في مدرجات الذهب، الأصفر يعود متألقا من جديد. الله الكرة العالية على راسي ألفارو، من فريرا إلى ألفارو، من عرضية إلى رأسية إلى شباك عثمان. ها هو الوصل يبدأ عطف أول الألحان، أول الألحان في هذه المباراة. هدف وصلاوي عن طريق ألفارو الذي يضيف ويسجل الهدف رقم 11 له في هذا الموسم. ما عاد يقدم المستوى الكبير كما كان، هنا ألفارو اللي يقدم مستوى كبير. ألفارو، 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 جول للوصل، الوصل، جول للوصلاوي. هذا الأرجنتيني الآن، عاد الوصل، عاد، عاد الإمبراطور، عاد ألفارو يسجل الثاني، هدفين في مباراة واحدة بعد صيام طويل يا ألفارو. ثنائية للاعب ألفارو شو، الأرجنتيني سجل. هذا الأرجوياني، هذا الأرجوياني والله اللي هو قادم من طبعا أمريكا اللاتينية، يسجل بهذه الطريقة الرائعة جدا، بهذه الطريقة الرائعة جدا، وبالتالي الوصل 2 عثمان لا شيء. يا لها من بداية ويا له من ورق. وجابر جاسم ألفارو، هاتريك يا أوروغواياني، هاتريك بأجمل الأغاني. الوصل يستعيد الفرحة، يستعيد النشوة، يستعيد التقدم، يستعيد مرة أخرى نغمة الانتصار حتى الآن يا بارود. هذا الهدف الثالث في توقيت مهم جدا للوصل في هذه المباراة. عاد جمهور الوصل، عاد الجمهور الأوروبي مرة أخرى إلى الاحتفال في مدرجات زعبيل. هكذا حصل عليها ألفارو، وهكذا تمنى المشجع العجماني ألا تدخل، لكنها دخلت بقوة، بقوة في مرمى جابر جاسم. ألفارو في مرمى جابر جاسم بألحان من الزمن الجميل، بألحان رائعة تعيد الوصل إلى المباراة مرة أخرى، تعيد هذه الجماهير إلى الفرحة من جديد، تعيد الجمهور الأوروبي إلى الأغاني. اليوم ما فاز على الشعب. هذه كرة لفيريرا، فيريرا، لأنهم الفهود. الوصل يعود مرة أخرى برباعية، برباعية عن طريق فيريرا في المرة الرابعة.